مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا كل جديد. النهاردة ضيفتنا النهاردة فنانة متميزة ومميزة، لو حبينا نتكلم عنها هنلاقيها في الكوريشيه مبدعة، وكمان التفصيل، وكمان الخياطة، وكمان إعادة تدوير الملابس. دي متميزة في حاجات كتير جدا. ضيفتنا النهاردة فنانة شاملة، بمعنى كلمة فنانة شاملة بمعنى أصح إنه الحس الفني هنا عندها بيلعب دور مهم جدا. بتكمل مسيرتها في الحس الفني، في الرسم، كمان الرسم وكمان اللوحات بالزيت من صغرها، يعني منذ الصغر. فنانتنا بتطلع كل اللي جواها على اللوحات. لوحاتها معبرة جدا، بتطلع أجمل ما عندها. أخيرا بقى، مش هنقف عند التفصيل والخياطة والكوريشيه والهاند ميد والرسم، دي كمان عاشقة للكلاب، عاشقة للحيوانات. مش هنخلص من الكلام عنها ولا عن هوايتها ولا عن موهبتها ولا عن تميزها. معانا النهاردة المتألقة المبدعة الأستاذة حبيبتي وصديقتي هدى وهبة. أهلا بيكي يا روحي. أهلا بيكي يا حبيبتي، متشكرة نورت جدا. الدنيا كلها. والله أنا متشكرة ليكي جدا على المقدمة دي. لا دي يعني مش أقل عارفة ما أقولك إيه يمكن، بصراحة. دي أقل ما يمكن. لا أبدا. أكيد طبعا كل المشاهدين شايفين دلوقتي الإبداع اللي أنا شايفاه. أنا يعني سعيدة قوي باللي أنا شايفاه ده كله. هي بقى هتكلمنا عن الشغل بتاعها، وهتقدمينا الأول بقى نفسك. بصي يا ستي، أنا ست عادية جدا زي كل الأمهات اللي في البيت، ما بشتغلش. بحب الهدوء، بحب الراحة النفسية، ما بحبش الزحمة، ما بحبش أخرج. بحب دايما الأماكن اللي هي فاضية، فده ساعدني ان انا احاول اعمل حاجات كتير جدا في البيت. بحب ولادي جدا وبحب اقعد معاهم. كان ايه اللي هيخليني وانا قاعده معاهم في نفس الوقت امارس الهوايات بتاعتي؟ اول حاجه ابتديت بيها كانت الرسم، لان الرسم ده انا اتعلمته لوحدي وانا صغيره. بعد كده الكروشيه جه يعني بالصدفه. بالصدفه بالصدفه أم برضو من الأمهات، عمري ما انساها أبدا، اسمها رشا. علمتني في 5 دقايق، كل يوم 5 دقايق وإحنا بنتقابل، ولحد ما أنا بقى ابتديت إن أنا أتطور فيه وابتدي إن أنا أحاول وأعرفه واندمج فيه أكتر مع الوقت. اللي خلاني أحبه أكتر كلابي، كنتش اقدر اخرج وانزل واسيبها. ده موضوع تاني. احنا الموضوع كده مزجنا المواهب احنا بالهوايات والعيش. بالظبط كده. الكلاب هي اللي خلتني انا قاعده جنبهم، ما اقدرش اسيبهم، ما اقدرش اخرج، ما اقدرش اسافر، ما اقدرش اروح في حته. مش كتير اللي بيفهم الموضوع ده، يقعدوا جنبي واعمل واشتغل ويخلوني ان انا فعلا اندمج في الشغل. ده اللي ساعدني اكتر، وفعلا هو اللي خلاني انمي الهوايه بتاعتي. اعادي جنبهم، انا كده كده قاعده، يعني ما اقدرش اسيبهم. زي امهاتنا واجدادنا اللي كانوا بيقعدوا بنشوفهم ماسكين التريكو دي حقيقه. والكروشيه، فاحنا اتعلمنا وخدنا الحته دي منهم كده. فالشغل ده الحاجه المميزه بجد اللي انا عملتها وفخوره فعلا بيها هو الشال ده. الشال ده عالمي على فكره يا جماعه. بالظبط، الشال ده عالمي. اتنين اهم، انا عملت اي اتنين. حد يعمله يعني انا شخصيا لا يمكن اعمله. ده خد مني شهرين، ده خد مني اسبوعين. بسم الله ما شاء الله، احنا مش عايزين حسد. ده خد واحد شهرين. ده شهرين عشان كنت لسه بتعلم فيه. كنت لسه بكتشفه، لان هو لا باترون ولا فيديو ولا اي حاجه خالص. ملوش باترون خالص. صور، جمعت صور وابتديت بيها واحدة واحدة. كنت بدقق جدا جدا جدا. الشال ده ملوش باترون؟ لا ملوش باترون. وانتي عملتيه باجتهادك وذكائك ما شاء الله. بالظبط. يعني وابداعك. دي حقيقة. اي حد بيعمل حاجة قد كده، طبعا بشتغل وعارفة، لازم باترون. فبسم الله ما شاء الله، يعني فنانة
ربنا زي ما انا قلت انا متشكرة. متميزه ومميزه متشكره لانه جدا. مش اي حد يا جماعه. بصوا ده تفاصيل يعني في تفاصيل في تفصيلات صغيره في صوره انا منزلاها لورده من دول واضحه جدا في الصوره. اتعمدت ان انا اصورها عشان تبان التفاصيل فيها. وطبعا هنزلها عند حضرتك في الجروب وعند اللينك بتاع القناه علشان حتى لو حد بص في الصوره هيقدر بعد كده ان هو يتعلم. ما حدش بيعمل كده يعني. الناس اللي بتبقى عامله حاجه مميزه قوي كده بتداري عليها. لا لا خالص. انا حاولت بصراحه بس كان يعني انا لما نزلته وعرضته والناس طلبت مني ان انا اساعدهم في الموضوع ده بس للاسف في التوقيت ده بالذات ما كانش الوقت مناسب بالنسبه لي. ما هو طبعا لازم احنا طبعا عايزين برضو واحنا يعني حتى الشاشه جايبه اهي شغلك. هو الشغل كتير احنا مش هنقدر نعرضه لا كله. لا طبعا احنا لا بس طبعا وقت البرنامج باين التفصيلات بتاعته على الشاشه. انا بس كنت عايزه اقول لك على دي عشان دي برضو اختراعي. اختراع دي اختراع برضو اختراعي برضو حصري. ايوه بالظبط كده. هو ده هي اللي عاملاه. ده بني على شكل ستايل مغربي يعني بصي خروجه بقى. بصوا بقى حتى كمان ممكن يتلبس على عبايه لو في اي حد عايز يلبسها على عبايه. يعني حاجه كمان دي بتتركب اهي. ايوه بتتركب وتتشال. ايوه يعني دي بتتلبس كده حاجه تحفه يعني على فكره. في اللبس شكلها جميل. ودي هي بتتركب ورا. مبدعه. ربنا يخليك. مبدعه متشكره جدا. انا متشكره جدا وعلى تعبك معايا وجيتي لي البيت لا 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 وفريق لا لا. الاعداد عندك تحفه بصراحه. ساره هايله صاحبتي وحبيبتي. وساره اكيد سارة هتبقى معانا في وقت من الاوقات لانها بذلت مجهود كبير جدا معايا. ساره برضو مبدعه من المبدعات. انا لا لا ده كله دوره جاي فيما بعد. احنا عايزين ننزل الشغل بتاع هدى الصور بتاعتها كده عايزين ننزلها على الشاشه. وبعدين انا عايزاكي بس تمسكي الشنطه دي كده يعني وانت قاعده كده بس امسكيها. بصوا يا جماعه دي شنطه مها يا جماعه. شنطه مها هي اكيد لما الشغل بتاعها من اصحابها يعني. انا لما يعني انا لما عرفت موضوع البرنامج انا اضطريت ان انا اجمع حاجتي من عند بس صحابي. الشنطه دي تحفه يعني. دي الصيف طبعا صيف والبحر. حلوه جدا. وليها كمان وطالعه ليها كمان كاشميو نفس الشكل. ما عرفتش اجيبه بقى معلش يعني. حلوه جدا حلوه جدا. لا دي هايله بصراحه يعني برضو عجبتها جدا وصحابي معجبين جدا. الحمد لله ما فيش بيت من اهلي او صحابي او جيراني ما عندوش قطع من عندي. لازم. لا ما انت كمان انا بحبهم يعني يا جماعه. عايزه اقول لكم ان هدى مش يعني شغلها كله انا مش عايزه اقول ثلاث ارباعه هدايا. مش عايزه اقول. لا دي حقيقه. مش عايزه اقول بس هي هو تقريبا كله هدايا. بس هي عشان جميله وقلبها جميل فانا عارفاها كويس طبعا. عايزين بقى نتكلم بقى ممكن بقى انا عايزه اللوحه دي كده. الرسم بقى. الرسم ده انا اتعلمته لوحدي طبعا. احنا هننزل دي اخر لوحه انا رسمتها يعني. كوريشيه ورسم وكلاب عشق مش عارفه اقول ايه عليها يعني. دي اخر لوحه مش جميله. مش موجود الصور. احنا هننزل طبعا دلوقتي على الشاشه. في لوحه تانية كان نفسي ان انا الحق اجيبها معايا. كانت هايله برضو جميله للاسف مش كامله. الصور بتاعتك اهي هدى. ده يا سي. بصوا بقى الشغل بتاعها الجميل. حلو قوي. دي الرسم حلوه طبعا تحفه. دي الرسومات دي قديمه شويه. دي رسومات قديمه شويه. دي ميمي وسوسو برضو البرورو. والفستان ده اللي هو معمول خياطه في كروشيه. برضو حبيت ان انا اضيف الكروشيه على التل والستان طبعا. حلو جدا. ساره ومريم ولاد اخواتي. دي بقى اللوحه بتاعت الولد. اللوحه دي حلوه جدا. دي حقيقه. وكان نفسي بس اظبط الصور شويه بس ما لحقتش. المره الجايه هنجيبها واضحه عن كده ان شاء الله. دول قدام قوي بصراحه برضو. بس حلوين من زمان قوي بس مقصرين فيا يعني. كل واحده فيهم ليها حاجه غاليه عندي قوي. اللي بيفهم في الفن ده اكيد هيبقى فاهم. يا ربنا يخليكي. انا متشكره جدا. ودي القبل دي على طول القبل اللي معانا. دي عاملاها برضو. دي قديمه. دي زيت على قماش حلو. فظيعة بالظبط. ليها كل واحدة ليها يعني محدش يعرف انا رسمها ليه الا انا طبعا يعني. اصل الرسم ده بيبقى تعبير بالظبط عن التعبير داخلي بقى. ده الشال بقى صورة الشال. هي دي الصورة اللي حاطين وردة. ايوه دي الصورة اللي انا بقول لك عليها اللي هتبان تفاصيلها عشان لو حد حب يعملها.
يا جماعه الشال ده واحده اجنبيه، ست كده اجنبيه عاملاه وما رضيش تنزل الباترون بتصدروا عشان العالم كله. جننت العالم كله بالشال، بس دودو بقى عملت. بصي بقى، الشال لازم يكون متناسق مع اللي هتلبسه. ده الحس انا من الفني بقى. وجهة نظري انا عملت الشال عشان صاحبتي دي اللي لابساه، انا عملته عشانها وهو لايق عليها وانا حسيته فيها ومش حاساه مع اي حد تاني غيرها بصراحة. انا بحب لما بعمل حاجة، ايوه هي دي، ربنا يخليكم لبعض. بحب اعمل اي حاجة لازم احس باللي قدامي الاول. ما هو ده بقى احنا بنقول ده الحس الفني. تفاصيل، كل حاجة التفاصيل فيه الصغيرة صعبة بتاعت الشال، لانه في حاجات كتيرة جدا ده مش مجرد برضو. شغل. صاحبتي برضو هي اللي مصوراني الصورة دي، وهي اللي مصورة لي كده، نهلة برضو صاحبتي. انا عايشة مع مع يعني اصحابي. بصي مع اصحابي. انا عايزه اقول لكم ان رغم ان انا بشتغل انا كمان، بس انا كسوله شويه، بس عايزه يعني دودو ايوه جايبالي انا جايبه لك هديه على الهوا. جايبالي هديه ايوه وانا اقول لها انا انا بعمل. لا لا لا، هي عايزه لا تلبسني على مزاجها. ايوه ده بتاعك، وانا شفته فيكي اول ما جيتيلي. حبيبه اتفضلي قلبي يا يا دودو، حبيبتي، حبيبه قلبي يا دودو، مبروك والله عليكي. يا جماعه يعني شياكه وتناسق، ومش هو ده مش لايق عارفه، عليكي. ده اغلى حاجه هتبقى عندي بصراحه، جاتلي هاند ميد عشان من حبيبه قلبي هدى. ربنا ميرسي يا يخليكي، حبيبتي، ربنا ربنا يخليك يخليكي. يا رب بصي وتعملي احنا كل ان شاء حاجه. الله باذن الله عن طريق الصفحه بتاعتك وعن طريق الجروب والقناه، انا عندي 3 اهداف. اول حاجه احنا هنغير مفهوم الناس للهاند ميد في مصر تحديدا، ده اللي احنا عايزين غير نعمله. بقيه الدنيا كلها. كل العالم بيقدره جدا، احنا عندنا لا، احنا عندنا لا، اللي غلبان واللي تعبان وهو اللي لا، بيعمل عايزين كوجيه، لا نعمل خالص. رابطة، بالظبط، رابطة الهاند ميد. احنا هنجمع الناس فعلا الفنانات المحترفات انها تبتدي تاخد موقف في ده، ده دعوة ترفض. من مكاننا. ايوه بالظبط. مكاننا ده هدى طبعا، وانا يعني ايوه دي حقيقة. انا كمان معاها، متضامنة معاها. احنا هنعمل حاجة، واللي عايز يبقى معانا يا هننزل ريت. اللينك بتاع الجروب دلوقتي، جروب كل جديد في الأشغال اليدوية والفن والديكور. ده ايوه الجروب بتاعنا، اللي حابب ينضم لينا احنا هنحاول نساعد كل الناس. بالظبط كده. تاني هدف ان احنا هنعلم الولاد الصغيرين معنى ايه الفن، كل الحركات والتكات الصغيرة اللي تقدر توصلهم للاحترافية بجد بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة جدا، بأبسط الطرق. ان اطفال صغيرين وانا على استعداد ان انا اوفر لهم المكان وهم يجوا وهعلمهم مجانا. يعني انا هو من خلال البرنامج بتاعك انا بقول لك عندي استعداد اعلم الاطفال من سن 11 سنه لما فوق ان مجانا الحاجات الصغيره، بس اهم حاجه ان يبقى عندها الموهبه. بصي، يعني لازم يبقى عندها الموهبه. احنا هنكمل الكلام ده ان شاء الله، هنطلع فاصل سريع جدا اوكي. ومعاكي نكمل كلامنا وافكارك الجميله اللي احنا ان شاء الله هننفذها قريب جدا مع بعض ومع كل اللي محتاج يبقى معانا. فاصل صغير جدا وهنرجع. مرض السكر من الأمراض المزمنة اللي بتخلينا نخاف منه، وفي بعض الأوقات بندخل في حالة اكتئاب وصراع نفسي بعد ما نعرف إننا مصابين بالسكر. وطبعاً بتبقى كل الحلول قدامنا إننا بناخد علاج مدى الحياة. دلوقتي في تو سنتر هتقدر تودع مرض السكر نهائياً ومن غير أي أدوية. بيعالج أغلب أنواع السكر، الضغط، بعض أنواع الأورام، وبيعالج الصرع عند الأطفال. كيتوجينيك دايت بيخفض من دهون الجسم أثناء تلقي العلاج الكيماوي. كل العوامل دي بتؤثر على المريض وبتحسن جدا من نتائج المريض في أثناء رحلة العلاج. ليه دخلت في كده؟ قصة لذيذة قوي قوي قوي. ألاقي جوزي طبقه وهو قاعد في كوريا، وراجل جاي شكله محلو كده وخاسس وصغر كام سنة. لا نقرا بقى. القراءة ورتني إنه لا، ده أنا علشان عندي مشاكل صحية المفروض أطبق نظام الكيتو. الكيتو نظام ضد الاكتئاب، مش بيجيب اكتئاب زي الأنظمة التانية، لا لا إطلاقا. لأن مع نظام الكيتو هتقدر تاكل كل اللي نفسك فيه وكمان هتخس. كيتو سنتر هو أول مركز متخصص في العلاج بالكيتو بالشرق الأوسط وتحت إشراف طبي سويدي. كيتو سنتر.
رجعنا مرة تانية وضيفتنا الجميلة المتميزة المبدعة الرقيقة هدى. مش عارفة أقول لك إيه على الكلام ده كله بصراحة. ما تقوليش حاجة لأن أنا أنا عايزة أقول أكتر من كده، بس أنت عارفة أنا بحبك قد إيه، ودي حقيقة أنا مش بجاملك خالص طبعًا. أنت عارفة أنت عارفة يا قلبي. كملي بقى. أنا بقول لك الهدف الأول إن إحنا هنحاول إن إحنا نغير الفكرة بتاعة إن الهاند ميد ده اللي هو ملوش قيمة في مصر. وانا هسعى لده ان شاء الله باذن الله، وهبتدي اجمع الفنانات. وعايزه اقول لكل فنانه، انت ملكه بجد، انت ملكه، لان انت بتعملي حاجه ما حدش يقدر يعملها، فن فيها فن. مش اي حد وفن صعب، وفن عايز مجهود وعايز روحك وعايز احساسك، لازم تحس بالحاجه الاول عشان تعملها، ده لازم. فده هنحاول نجمعها. احنا هنعمله، هنحاول نجمعها، والكلام ده بقى احنا هنقوله على الجروب. بس دلوقتي بقى عايزين ننزل صور المسابقه اللي هتعلن عنها المذيعه المتالقه هدى وهبه. يعني شغلتوني، نزلوا لنا بقى. طب يعني شغلتيني مذيعه. قولي بقى دي بقى، يعني انت تصرفي بقى، قولي. اوكي. دي هبه. انت قولي بقى، قولي الاسامي، سيك من الشاشه. دي اسماء فؤاد. اسماء فؤاد، لا ازاي، لازم نتكلم. دي صورة أسماء فؤاد محمد فتوح البحيرة. برافو عليها. أوكي. محمد عيد مجاهد المنيا. ما شاء الله، ألف مبروك. ما شاء الله، حلو قوي منار. الصورة دي أنا اللي مختارها يا جماعة. أنا اللي صوتت على منار. منار منار عبد العزيز أحمد الغربية. إسماعيل، إسماعيل السيد إسماعيل. ما شاء الله، الإسكندرية. برافو. هبه بعديها. اسماعيل، لسه اسماعيل. هبه شغله حلو كلهم. هبه احمد محمد بورسعيد. برافو برافو يا هبه. جنى عمرو، جنى عمرو الريس بورسعيد. برافو، حلو. سامع عباس الدالي بعد جنى، بعد جنى، تحفه بصراحه شغلهم حلو قوي. سامع عباس الدالي الجيزه. فراشه هناء حسن. دي اخر هناء حسن مصطفى، اخر متسابقه معانا برضو يا هناء. انا اللي مصوته على صورتك دي يا هناء، لازم تعرف. شفتوا بقى، لازم تعرف. لا المذيعه فاشله طبعا. لا لا بالعكس، انت ده انت ناجحه. انا بقى عايزه اقول كمان حاجه، عشان بما اني هدى بتحب الكلاب واحنا مع بعض في الموضوع ده، في جروب اسمه بنحب نربي كلاب لاحمد رشاد. الجروب ده بيتجمع كل محبي وهاوي الكلاب. انا وانت هنبقى فيه اول ما نروح، والقطط كمان. هما بيعلموا الناس ان هما ازاي يتعاملوا مع كلاب الشوارع والكلاب بتاعتهم، وازاي يتعاملوا بدون ما يأذوا الكلاب. وحتى لو في كلاب تعبانه عيانه مرضانه بينزلوا بينقذوها. احنا عايزين ندعم الجروب ده جدا جدا ان شاء الله، هندعمه. لانه انا عايزه ادعم كل الجروبات اللي بتتكلم عن الحيوانات. انا عايزه اتكلم عن حته الكلاب، بما ان احنا هنعمل لها حلقه منفصله، كان المفروض كان الجزء الثاني من الحلقه نعمله النهارده عنها، فاحنا ان شاء الله في حلقه ثانيه نعمل حلقه الكلاب. كلاب الشوارع يا جماعه بتاخد من سلوك المنطقه، صح؟ بتتعامل على رد فعلك. الكلاب ما بتفهمش، بتحس، بتحس بجد، بتحس بقلبك وانت جاي عليها هتعمل فيها ايه، هتاذيها ولا لا. الكلاب فعلا بجد، كل كلب في المنطقه بيبقى برد فعل سلوك الناس اللي في المنطقه، حقيقي. ما نقدرش نستغنى عنهم، حقيقي. ما قلتلكش ربي كلب واجبرك على حاجه، كل واحد حر، بس ما تاذيهوش، ما تاذيهوش، بيحس، والله بيحس. اكله واديله ميه وابعد عنه، ما تاكلوش بقى، ما تاذيهوش. بس ما اجبرتكش تربي كلب في بيتك، لا. بس ما لازم ما ياذيهوش. احنا ديننا قال لنا، احنا الدين اللي دخل الجنه النار، الست دخلت نار في قطه، ودخل الراجل دخل الجنه في الكلب. مش هنتكلم عن الموضوع ده، مش اختصاصنا. بس الكلاب لا، موال، والكلام مش هيخلص معانا، يعني مش هيخلص. واحنا عايزين ثلاث ساعات للبرنامج. احنا هناخد حلقه ثاني وثالث مع هدى. والحلقه خلصت هوا يعني، مش عارف كده، مش عارف. بس اكيد هيبقى فيه كلام تاني وحلقات تانية. وانت نورتيني يا حبيبتي، ويعني عايزه اقول لكم الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله باذن الله.